أربعة بطولة دوري وأرقام قياسية و109 مباراة دولية وخمسة وأربعة من خمس بطولات إفريقيا وكأس مصر وكأس عالم، ما شاء الله يا إسماعيل. بلعب في الزمالك أهي. ما شاء الله. في الزمالك. لا يعني كمان وفي الجيل ده. الجيل ده أنا كنت محظوظ يعني من بداية وجودي في نادي الزمالك 13 سنة يعني كان في مجموعة لعيبة يعني هم اللي علمونا يعني ايه نادي الزمالك ويعني ايه فانيلا بيضاء ويعني ايه ان انا ادافع عنها في كل حته داخل الملعب. يمكن الحمد لله ربنا كرمني ان الفتره دي كلها 14 سنه انا ما لبستش غير فانيله نادي الزمالك. صحيح. يعني جات لي اكتر من عروض اكتر من مره جات لي اكتر من عروض احتراف خارجيه خصوصا قبل كاس العالم بعد في المباراه الوديه اللي حصلت قبل كاس العالم اللي عملها كابتن جوهر. انما كان في اصرار من مش بتحب تخرج من الزمالك أبداً. مستحيل. حتى بعد ما بطلت يعني حتى جات لي فرصة في السعودية ورفضت يعني. فالجيل اللي كان موجود حقيقي يعني جيل عظيم استفدنا منه، كابتن إبراهيم يوسف، كابتن عادل مأمور، كابتن محمد صلاح، كابتن سعيد الجداي، كابتن محمود سعد، كابتن علي خليل لحقته، كابتن فاروق جعفر. رموز. انت عمال بتقول رموز يا كابتن. احنا قعدنا حوالي 3 سنين المجموعة اللي طالعة. يمكن صبري لما اتكلم انا حاولت ان انا انقل خبراتي اللي انا اكتسبتها وانا لعيب للولاد الموجودين ولاد النادي اللي كانوا موجودين. أيوه. يعني المجموعه كان طالع اشرف قاسم، كان طالع هشام يكن، حماد عبد اللطيف، ايمن يونس، مجدي طلبه، اسماعيل يوسف، احمد رمزي. يعني مجموعه في 7-8 قعدنا حوالي سنتين نتمرن بس مع الفريق الاول فنعرف نشوف كوارشي بيتحرك ازاي، كابتن فاروق، كابتن ابراهيم، جمال عبد الحميد جه علينا سنه 84. بس برضه الاسماء اللي انت طالع عليها عامل ازاي؟ بص انت الجيل اللي معاك انت عمال تحكي عن اسماء عامله ازاي اصلا تخد لحد النهارده. اسماء تخد. وبص بقى الجيل اللي فوقيك اللي انت بتقول احنا قاعدين بنتفرج عليهم عاملين ازاي اصلا يعني. ولحقنا حتى الناس اللي جم من بره. ولحقنا طبعا عفت نصار كان ابن من ابناء النادي، وحسين عبد اللطيف وعصام مرعي وايمن منصور ومصطفى نجم. لا في مجموعه كانت مجموعه جامده جدا قدرنا ان احنا ناخد اكتر من بطوله دوري، وكان لو الظروف كانت متاحه وقتها اداريا اعتقد كان الجيل ده حقق